المسائية من هنا سوريا، أهلا بكم. بعثة تدمير الكيميائي السوري تعاني عجزا في التمويل. جنيف إلى أجل غير مسمى بانتظار نضج المعارضة. إيران مستعدة للمساهمة في إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا. وثمانية مواطنين ضحايا الهاون على حجاز دمشق. سقط ثمانية ضحايا كما أصيب 25 آخرين إثر سقوط قذيفة هاون على درج محطة الحجاز في دمشق حسب ما أفاد مراسل هنا سوريا، فيما أصيب 4 أطفال بجروح طفيفة نتيجة سقوط قذيفة هاون على مدرسة عائشة الصديقة في منطقة الزاهرة القديمة. ألقت قوات الأمن السورية اليوم القبض على عدد من المطلوبين في أحد المنازل بمنطقة الشيخ سعد في المزة، كانوا يتخذونه مستودعا لهم، حيث وجد داخل المنزل رشاشات وقناصات ومتفجرات وذخيرة وأجهزة اتصال حديثة خبئت داخل حفرة فيها. اشتبك الجيش العربي السوري مع مسلحين تابعين لتنظيم النصرة أثناء محاولتهم التسلل لبلدة كناكر حسب ما أفاد مصدر عسكري لهنا سوريا. وفي حمص اشتبك الجيش العربي السوري مع مسلحين حاولوا التسلل من الحدود اللبنانية إلى سوريا عبر منطقة النعيمات وجوسي بريف القصير، ما أدى إلى مقتل عدد من المسلحين وجرح آخرين. صرح مصدر دبلوماسي في جنيف أن مؤتمر جنيف 2 سيؤجل لعدة أسابيع نتيجة ما أسمته واشنطن عدم جهوزية المعارضة وغياب أي مشروع سياسي لها. كما أكد المصدر أن واشنطن تؤكد حرصها على الاجتماع، لكنها تنتظر المزيد من المشاورات مع الائتلاف المعارض لبلورة وفد قادر على التفاوض ويملك مشروعا قابلا للتنفيذ. وأضاف المصدر أن هناك ضغوطات تفرضها الرياض على الائتلاف المعارض ليفرض بدوره شروطا على اجتماع جنيف، الأمر الذي رفضته روسيا، مشيرة إلى أن الائتلاف قد يتم تهميشه إذا استمر في فرض شروطه، وأن هناك أحزاب معارضة أخرى لها مصداقية أكثر على الأرض يمكن أن تشارك بفعالية في جنيف. فيما أشار المصدر إلى أن التأجيل يمكن أن يكون لأسابيع قليلة، أي إلى النصف الأول من كانون الأول قبل انطلاق موسم الأعياد في أوروبا، أو إلى مطلع العام القادم في حال تعثرت واشنطن في إحضار وفدها المعارض إلى جنيف. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المفاوضات التي تمت بين الأطراف السورية بشأن تطبيق بيان جنيف يجب أن تمثل محور المؤتمر الدولي الخاص بسوريا والمتوقع عقده قبل نهاية العام الجاري. وأوضحت الخارجية الروسية أن المشاركين في المشاورات الخاصة بالتحضير لمؤتمر السلام المرتقب أكدوا ضرورة إطلاق عملية سياسية في سوريا بأسرع وقت، كما أكد الجانب الروسي في هذا السياق على استعداده لمواصلة العمل مع الأطراف السورية والشركاء الدوليين من أجل تحقيق هذا الهدف. فيما أوضحت وزارة الخارجية الروسية أن المشاركين من روسيا والولايات المتحدة إضافة للمبعوث الأممي العربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي اتفقوا على عقد جلسة مشاورات إضافية في 25 من الشهر الحالي للتنسيق بشأن المسائل العالقة المتبقية في سياق التحضير لعقد جنيف 2. كما أشار الجانب الروسي خلال مشاركته في مشاورات أمس إلى ضرورة تشكيل وفد للمعارضة السورية ودعوة جميع الدول الإقليمية الرئيسية بما فيها إيران لحضور المؤتمر، كما شهدت المشاورات أيضا نقاشا لجميع جوانب التسوية السورية، وذلك في إطار لقاء ضم ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ومن ثم انضمت إليهم وفود الدول المجاورة لسوريا وجامعة الدول العربية إضافة إلى منظمات الإغاثة الدولية العاملة في سوريا. يذكر أن ممثلي منظمات الإغاثة أكدوا على ضرورة بذل جهود عاجلة للحيلولة دون مزيد من تدهور الوضع الإنساني في البلاد. أكد نائب وزير الخارجية الروسي جنادي جاتيلوف أن بلاده لن تلتقي ممثلي دمشق فقط، بل ستجتمع مع فصائل المعارضة التي أعلن كثير منها استعداده للمشاركة في جنيف 2. جاء هذا في مقابلة خاصة لقناة روسيا اليوم، شدد خلالها جاتيلوف على ضرورة الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، مؤكدا استحالة الحل العسكري وضرورة بذل كافة الجهود لإطلاق الحوار السياسي وإجلاس طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات. ولدى
سؤاله عن صدق نوايا الولايات المتحدة بإنهاء الصراع في سوريا أجاب جاتيلوف: يمكن القول بناء على اتصالاتنا معهم أن الأمريكيين مهتمون بعقد المؤتمر، وهذا ما أكدته واشنطن بشكل رسمي، مضيفا وجود اختلافات في الآراء وفي تقييم الطرفين للوضع في سوريا، وبالتالي يجب فعل كل ما يمكن فعله لإطلاق المفاوضات انطلاقا من قناعة واشنطن باستحالة الحل العسكري حسب ما صرح النائب الروسي. الموقف الأمريكي تجاه سوريا بينما قبل زيارة كيري للرياض وما بعدها، تقرير لوسام إبراهيم. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وقبل أن يصل السعودية قال إن هناك بعض الدول كانت تريد من الولايات المتحدة أن تفعل شيئا فيما يتعلق بسوريا، ولكننا فعلنا شيئا مغايرا. ولكن بعد وصوله الرياض ولقائه الفيصل صعد كيري النبرة اتجاه سوريا وحزب الله في محاولة لاسترضاء السعودية المنزعجة من الموقف الأمريكي المستجد في المنطقة، والتي حسب مصادر خليجية لصحيفة واشنطن بوست تتجه لتطوير خياراتها بعيدا عن الولايات المتحدة التي فشلت في شن ضربة عسكرية ضد سوريا. كيري الذي أكد من الرياض أن السعودية حليف استراتيجي ولا خلاف معها بشأن سوريا وأن هدفهما مشترك، لم يلبث أن غادر مطار الملك الحليف حتى أعلن الإبراهيمي أن جنيف لن يعقد هذا الشهر ويأمل عقده قبل نهاية العام. فهل استجابت واشنطن للمطلب السعودي بتأجيل المؤتمر لعلها تحدث تغييرا في الميدان السوري يعدل الموازين ويقوي موقف المعارضة في جنيف؟ خاصة أن مصادر وصفت بالموثوقة تحدثت لصحيفة رأي اليوم الأردنية عن زيارة سرية لبندر بن سلطان إلى الأردن للإشراف على تدريب المسلحين وترتيب وصول الأسلحة الحديثة لما يسمى جيش الإسلام. فهل نعود لنقطة الصفر أم أنها فرصة أخيرة تمنحها الولايات المتحدة للسعوديين حتى لا يكون لهم حجة على معارضة المؤتمر؟ فالسعودية أكدت لكيري أنها ستشارك في جنيف 2 ولكن بعد حين. أعلن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو مستعدة لاستضافة اجتماع بين ممثلي الحكومة والمعارضة السورية بمشاركة شركاء أجانب، مؤكدا أن عددا من المعارضين وافقوا على هذا الاقتراح. جاء هذا بعد لقاء أجراه بوغدانوف اليوم مع ممثلين عن المعارضة السورية في جنيف. كما أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن مباحثات ممثلي الحكومة والمعارضة السورية لا يجب بالضرورة أن تتوصل إلى اتفاق ما، مشددا على أهمية خلق أجواء الحوار لإيجاد حل للقضايا المطروحة. أكدت وكالة رويترز في وثيقة مؤرخة نشرتها في 25 من الشهر الماضي، أكدت أنه تم تمويل مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا لشهر تشرين الثاني فقط. وفيما يخص الاستمرار بمهمة تدمير الأسلحة الكيميائية، صرحت المنظمة أنها بحاجة إلى تمويل إضافي. كما لفتت الوثيقة التي نشرتها رويترز يوم 25 من تشرين الثاني إلى أن المنظمة جمعت حتى الآن مبلغا يصل إلى 10 ملايين يورو للقضاء على الترسانة الكيميائية في سوريا. وقد أسندت هذه المهمة إلى المنظمة بموجب الاتفاق الذي عقد بين الولايات المتحدة وروسيا في شهر أيلول. وذكرت الوثيقة أيضا أن الموارد البشرية المتوفرة كافية لإجراء العمليات خلال شهر تشرين الأول وتشرين الثاني من العام 2013، في حين تعتبر الولايات المتحدة أكبر مساهم حتى الآن في تمويل مهمة المنظمة، إلى جانب عدة دول بينها بريطانيا وكندا وألمانيا وهولندا وسويسرا. أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده مستعدة لدعوة كل من يملك التأثير على القوى الأجنبية الموجودة في سوريا لتنسحب من الصراع الدائر هناك. وعلى خلفية الدعوات التي أطلقها وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أمس لإخراج إيران من سوريا، صرح ظريف أن الإيرانيين واللبنانيين سيخرجون من سوريا فقط في حال فعل ذلك أيضا المسلحون الإسلاميون الذين يقاتلون إلى جانب المعارضة السورية بدعم من السعودية وقطر. ولفت ظريف إلى أن تصريحات الفيصل اقتصرت على دعوة إيران للخروج من سوريا دون التطرق بكلمة واحدة حول وجود الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة هناك.
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية إرغام إيران على وقف برنامجها النووي بالكامل بفضل الضغط القوي في إطار العقوبات التي تؤيدها الولايات المتحدة. كما دعا نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في لقاء جمعهما في القدس اليوم إلى الحفاظ على العقوبات المفروضة بحق إيران وتشديدها نتيجة زيادة جهود طهران في مجال تخصيب اليورانيوم. كما شدد نتنياهو على أن أي اتفاقيات جزئية ستسمح لإيران بالحفاظ على قدراتها بتخصيب اليورانيوم، موضحا أن مثل هذه الاتفاقيات ستؤدي إلى إفراغ العقوبات من مضمونها. يذكر أن الجولة الجديدة من المفاوضات النووية بين إيران واللجنة السداسية ستجري في جنيف خلال اليومين المقبلين. عمل مسرحي ارتجالي بعنوان هيك يقدمه شباب سوريون، تقرير لمجدولين حداد وساندي قروط. إيماءات، ضوبيل وملجأ ببيت عربي بحارات الشام القديمة، هنن كانوا عناصر عمل مسرحي ارتجالي بعنوان هيك. هلأ الفكرة هي فكرتنا، هيك كاتبين انه فكرتنا، هي عبارة عن فكرتي، زاهر محمود، مجد الصغير، محمود مخيبر، وويسم خلالات. بداية الفكرة بلشت من بيل، كنا قاعدين بورشة العمل تبع اعداد ممثل، وكنا عم نلعب بالبيال اللي معنا، فضوينا على الحيط فبلشت تطلع معنا الفكرة. بلشنا نحكي بداية عن الولادة، كيف بيولد الإنسان بشكل عام بهذا العالم، بلش يتحمل بالأفكار الناس اللي حواليه، بلش هنن ياخذوه بالطريق اللي هنن بالدنيا بعيد عن هو الطريق اللي هو بيختاره، فبيوصل بالنهاية لأنه بيموت فكريا، وهي الحالة اللي عم جسدها أنا بأول شخصية إلي. العرض المسرحي هو نتاج ورشة عمل، ورشة العمل طلعنا فيها أفكارنا، أفكار الشاب السوري وطموحاته وشو بيحلم، شو عنده طموحات، هاي الأفكار حولناها لعرض مسرحي اللي هو مشروع ارتجال هيك. شخصيتي بهالعرض هو الشاب اللي ترك بيته البعيد قعد عند العالم، هو الشاب اللي حب بنت تركته لأنه هي مختلفة عنه، هو الشخص اللي بيحكي عن الواقع اللي عم نعيشه من زحمة ومواصلات وهيك شيء. تمام، ونتمنى يعجبكم العرض. العرض المسرحي هيك مستمر بجاليري مصطفى علي حتى السابع من الشهر الحالي، وبيستمر معه جهود شباب سوريين هدفهم أنهم يعبروا عن وجودهم بطريقتهم الخاصة. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني سيريا أزهير.com.